استمرار وتيرة الإضرابات، بل برملة جدول ثم برمجة متاع جدول يعكس نسق تصاعدي. على سبيل المثال هنا منذ يومين ثلاثاء 19 نوفمبر 2013 القضاة في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية، إضراب القيمين بكافة مؤسسات التربوية يومي 21 نوفمبر، إضراب قطاع الصحة يوم 27 نوفمبر 2013، دخول أساتذة الجامعين في إضراب عن العمل يوم الأربعاء 4 ديسمبر، شركة النقل بين المدن إضراب عام في كل الخطوط أيام 2 و3 و4 ديسمبر، إضراب عام في قطاع الشباب والطفولة يوم 13 ديسمبر، إضراب في قطاع النقل برا وبحرا وجوا يوم 13 ديسمبر. هنا لازال الأمر متواصل. كيفاش تلاحظ مثل هالوتيرة في نفس الوقت الحوار والتزام الحوار؟ لأنه بالفعل مرة أخرى أعود إلى لا للحوار ولكن إلى المرحلة الانتقالية الأولى حينما بدأت الاستجابة لعدد من المطالب في الترفيع في الأجور، يعني تقريبا منذ أواخر جانب 2011، يعني صرفوا الأنظار عن المهمشين وعن العاطلين عن العمل وكأن القضية صارت قضية نقبية. يعني هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم فضلا عن الوضع السياسي الذي يمكن أيضا أن يفسر هذه الإضرابات المعلنة، يعني تعود إلى الانحراف الأول، المطالب الاقتصادية والاجتماعية، زيادة في الأجور، وضع اتفاقيات حتى في نهاية المرحلة الانتقالية الأولى مع عدد من النقابات للترفيع في الأجور، فكأن القضية صارت في تونس قضية نقبية. هذا فضلا أيضا عن أن هذه المطالب جاءت في إطار هذا الصراع داخل الحوار الوطني وداخل المجلس التأسيسي وبين الأغلبية والمعارضة. نعم هناك سلسلة من الإضرابات لمطالب نقبية يمكن أن تكون مشروعة أو يمكن أن تكون مفهومة، ولكن لأنها بدأت منذ الأسابيع الأولى لسنة 2011 وتتواصل إلى حد هذا اليوم، للأسف يعني يمكن أن تكون هناك أطراف تسعى إلى الاستفادة من هذه الأوضاع استفادة سياسية، ويمكن أيضا أن تكون وسيلة ضغط على السلطة القائمة يعني فكرة السلطة القائمة. نعم. هي في حكم المستقيلة، هي في حكم المستقيلة بعبارة أخرى أنه إحنا نستناه فقط في أنه يطلع لنا هلال رئيس الحكومة الجديد. وماذا سيفعل رئيس الحكومة الجديد ليطبق صفقات أو لينفذ اتفاقات بين الأحزاب التي قبلت بالمشاركة في هذا الحوار؟ يعني ماذا يمكن أن يفعل؟ ربما نأتي إلى هذه المسألة بعد قليل حول اختيار رئيس الحكومة الجديد، كأنه سيقدم لنا على أنه هو الرجل الذي سيفتح كل أبواب الخير للوطن وسيتولى تمكين التونسيين من كل مطالبهم. لكن اللجنة الرأي الحوار قالت مش تعطيه الصلاحيات التامة. لا ما ليس للحوار أن يعطيه صلاحيات تامة، الحكومة لها صلاحيات محددة داخل التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، هذا فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والأوضاع الأمنية التي تمت الإشارة إليها منذ قليل. يعني الصلاحيات يجب أن تكون محددة بالقانون، وهي محددة بالقانون وسيعمل في ظل هذا التنظيم المؤقت للسلطة. يعني القضية ليست في شخص رئيس الحكومة ولا في شخص، لكن اليوم موجودة في شخص رئيس الحكومة. لا هذه لأن قضية ثقة، يعني كل طرف يتوجس شرا من الطرف الآخر، لماذا يتم الاتفاق على هذا أو يتم الإصرار على هذه الشخصية دون تلك؟ لأن القضية هي قضية الثقة بين الأطراف التي أعلنت قبولها المشاركة في الحوار الوطني ولكنها تعرف أن الطرف المقابل يتوجس بها شرا، لذلك فإنها لا تريد أن يقع تعيين أي شخص يعني مكان رئيس الحكومة الحالي. يعني هناك أزمة ثقة عميقة بين الأطراف المتحاورة، لذلك ترى أن الحوار الوطني ما زال يراوح مكانه، كل طرف يصر على هذه الشخصية. ماذا تفعل؟ ماذا يمكن أن تقدم هذه الشخصية؟ هل يمكن أن تحل كل هذه المشاكل؟ لا يمكن. لكن إذا كان أستاذ قيس، إذا كان من بين الضمانات المقدمة ليه أنه لا إضرابات لا تعطيل
بالعكس مش يقع يعني العون. تقريبا في جواب عن سؤالك منذ قليل، لا لا اضرب لا تعديل، اما ان تقبل برئيس الحكومة هذا، واما هناك سلسلة من الاضرابات يعني في ذلك الوقت يعني. ولاحظ كيف يوظف العمل النقابي من اجل العمل السياسي، مع احترامي بطبيعة الحال لكل النقابيين ولدورهم ولتاريخهم ولنضالاتهم، ولكن تقبل رئيس الحكومة ليس هناك إضرابات، تقبل بهذه الشخصية ليست هناك إضرابات، لم تقبل هناك إضرابات. الأمر يتعلق هنا بوضع سياسي وليس بوضع نقابي.